بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة السودانيين طبعا كلهم في ما يخص المفاوضات وكذا كلهم اتفقوا على مسألة الحكم اللامركزي كعنوان رئيسي، نعم، وتحته توافقوا على مسألة الحكم الفيدرالي كنوع من أنواع الحكم اللامركزي. لكن منطقة النيل الأزرق ومنطقة جنوب كردفان هي ذات خصوصية، عندها علاقة بالأصل العرقي وعندها علاقة بالمكون الثقافي واللغوي والديني، ففي عدد من الاختلافات، وفي كذلك درجة من يسموهم التهميش، وممكن تسميه تخلف اقتصادي أو في مسافة بين بقية السودان وهذه المناطق نتيجة لعوامل كثيرة جدا، منها العوامل الطبيعية وفيها العوامل الحرب، أيضا أكبر عامل من العوامل الذي غير عوامل الحرب، في عوامل التهميش نفسها والأمر التاريخي بأنها في بعض منها كانت مناطق مقفولة أيام الإنجليز، فتضافرت عوامل كثيرة جدا أدت لأنه المناطق دي تكون أكثر تخلفا اقتصاديا وفيما يخص التنمية عن بقية السودان، بالإضافة إلى شعور الناس هناك بأنهم هم مهمشين ثقافيا ومهمشين لغويا